يعني جبنا الناس اللي بتحب ساعة الجد تقول الكلام الجد. في هنا ناس تانية ليها وجهة نظر أنا بأشفق عليها. بتشفق عليها؟ طبعا. يعني أنت لما تشوف كابتن جمال بتاريخه وقيمته جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد أنا قلت إيه؟ كابتن جمال. كابتن جمال عبد الحميد. مع مهيب وهو يعني أنا عايزك تشوفه لأن أنا مش عارف أحكم عليه. طب نشوفه عشان نحكم عليه مع بعض. تصريحاتك من سنة ونص وأنت بتقول اللي جاي زمالك كله، زمالك اللي هياخد الدوري السنة دي والسنة اللي جاية ممكن اجي، اوعى ما تشككش فيا، هجيبها لك اقسم بالله هجيبها لك. السنة اللي فاتت الأهلي خد الدوري. أيوة ما هو السنة دي الأهلي خد الدوري. طب تعالى بقى، أنت وضعك خد إيه بس قول لي؟ والزمالك خد إيه؟ خد كونفدرالية. أيوة بعيد عن الأهلي. كأس العربي السعودي المصري. تمام. بعيد عن الأهلي ليه؟ اللي هو الأهلي ما ما خدش الكونفدراليه ليه؟ عشان ما خدش الكاس. لا يعني الاهلي ما كانش منافس عشان ما خدش الكاس مصر، ما كانش. بيلعبش الكونفدراليه. طيب ماشي، ما خد الدوري وخد الدوري السعودي المصري، خد الكاس السعودي المصري، وخد كاس السوبر الافريقي. انت كلامك واضح، قلت اللي جاي كله زمالك. طيب انا مالي؟ خد اربع بطولات والاهلي خد بطوله. يعني وكانه الاهلي. انا بقول لكم المهندس عدلي يعني فعلا ده رايه يشفق على صاحبه، لانه لما يبقى الكلام الزمالك خد الكونفدرالية علشان الأهلي ما خدش الكاس فما عرفش يشارك في الكونفدرالية. وكأن الأهلي لما طلع الأول بقى فاشل. لأن الكونفدرالية أنتوا عارفين يا بيروح لها بطل الكاس وتالت الدوري. الأهلي اللي راح دوري الأبطال لا وحش، عشان كده ما راحش الكونفدرالية. لأنه كسب الدوري، الأهلي ما كسبش الكاس هو راح لدوري الأبطال لأنه كسب الدوري. عشان كده بقول لك أنا يعني الحلقه دي بالذات لكابتن جمال ضغط عليه مهيب قوي. حب يعمل حق انه يعني ممكن يبقى فيها طرفه ناس تشوفها كده، بس انا حسيت ان كابتن جمال يعني الاول مره احس انه مش بيقول حاجه هو مقتنع بيها. وفي الاخر قال له عشان مشوك، قال له هو ده المفروض مش عارف ايه، انما كان بيجادل. طب والاهلي كسب الدوري، بس ما خدش الكاس، مش عارف ايه، بس مش خدت. وابتدى يحسب يعني هو لعب الهلال حتى، لان الاهلي اعتذر. يعني حتى في دي وبعدين الهلال هم نسيوا ان الهلال ما لعبش بالمحترفين بتوعه. حرم من نص المحترفين اللي هو جوميز الوحش ده. ايا كان يعني، هي بس في الاخر برضو من الحاجات اللي بيتروج لها بالمستوى ده، اصل الزمالك خد اربع بطولات والاهلي خد بطوله واحده، ده كمان اللي قاله الكابتن جمال، وما اعرفش بيجيبوا الكلام منين وبطوله واحده ازاي. طيب الفترة اللي خد فيها الزمالك، لا استنى في دي هذا والنبي قال كده. قال اربع بطولات السنة دي، يبقى انت السنة اللي فاتت كنت صفر. لا برضه كسب اربع بطولات واللي قبلها كسب اربعة. يعني انت عايز تحسب الموسمين على بعض، كسب كام؟ ثمان بطولات. لا اربع بطولات وموقف العداد. اربع بطولات ازاي؟ اربع في يعني ما هو يا كسب ثمان بطولات كل سنة. انما هي لما يبقى الجدل ملوش رجلين ولمجرد الجدل. لا مش كده، لا يعني هقول لكم على حاجة. أربع بطولات ازاي؟ طب ده هو في ثلاث مواسم الأهلي واخد خمس بطولات والزمالك واخد خمسة، اللي هو الكابتن جمال خلاها 4-1 في الثلاث مواسم 2017 2018، الأهلي السوبر ودوري والزمالك كأس مصر. موسم 18 19 الأهلي بطل الدوري، الزمالك خد الكونفدرالية وكأس مصر. طبعا في المرتين الأهلي بيلعب فاينل دوري أبطال أفريقيا. موسم 19 20 الاهلي الدوري وسوبر، والزمالك سوبر افريقيا وسوبر مصر. فين بقى اللي هي بطوله واحده؟ يعني لا عايز تعترف بدوري ولا عايز تعترف بسوبر ولا عايز تعترف بافريقيا ولا تعترف باي حاجه، هي بس الكونفدراليه. هو كان يقدر يقول ان احنا برضو رجعنا للبطولات دي، حاجه في حد ذاتها كويس، واقعيه وقويه. بالظبط تقول كده بالظبط، من غير ما تجيب سيره الاهلي. بس من غير ما تجيب سيره الاهلي، بس ازاي والاهلي عامل بلو في دماغ ناس كتيره بجد؟ يعني كل واحد لو تفرغ انه يشتغل وينجح فرقته وينجح ناديه، صدقوني مصر كلها هتبقى كويسه. ما عشان نتكلم بس الخمس بطولات المباراه الواحده وضربات الجزاء معظمها. يعني حتى احنا لما كسبنا السوبر كسبناه نتيجه واتحسب علينا ضربتي جزاء، وما اتحسب لناش ضربه جزاء في نفس المباراه اللي كان 3-0 وطلع 3-2، اتحسب علينا ضربتين جزاء اللي هي في بدايه الموسم اللي ما حدش راضي يجيب سيرتها.
دي كسبناها نتيجه، ما كسبناش بضربات الترجيح. صحيح صحيح.